بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة شيقة إن شاء الله ماتعة بإذن الله مع الأستاذ الدكتور محمد شهيد، عضو اللجنة العلمية لنظام عليم، الأستاذ الدكتور في جامعة محمد الأول في وجدة، متخصص في أصول الفقه مقاصد الشريعة الإسلامية، حاصل على الدكتوراه من جامعة المولى سليمان، له حقيقة مجموعة من الكتب يعني كثيرة منشور أو قيد النشر، منها مراجعات في الفكر المقاصدي هذا منشور، في المشترك الإنساني تأسيس مقاصدي هذا منشور، في التطرف الديني مقاربة علمية منشور، وأيضا كتب أخرى منشورة، الكتب المعدة للنشر أثر الفقه الأصولي على الفكر الإسلامي المعاصر، العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية، الفكر المقاصدي عند الطاهر بن عاشور وعلاء الفاسي، يعني ما شاء الله نشاط علمي زاخر جدا. والأستاذ الدكتور محمد شهيد غني عن التعريف، وهو يعني أكبر من أن أقوم أنا بتعريفه، أتيح له مجمل الوقت. تفضل دكتورنا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأساتذة الأفاضل، أيها الطلبة والباحثين، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتقاسم معكم جملة أفكار لأضعها بين أيديكم وعلى مسامعكم للمحك وللتمحيص وللإضافة والتقويم. موضوعنا كما هو محدد: المشترك الإنساني تأسيس معرفي. نحاول إن شاء الله أن أقدمه في عجالة حتى نحترم الوقت. بسم الله. هذا الموضوع قدمته، أحاول أن أقدمه في مقدمات ومسائل، ثم أختم بمقاصد. أحاول أن يكون هذا الشكل وهذا النهج ليسر على المتلقي المتابعة والاستماع والاستيعاب. المقدمة الأولى أحددها وأخصصها لأهمية العلم في تأسيس هذا المشترك الإنساني. وفي الحقيقة أهمية العلم بالنسبة إلينا تتأسس من التأصيل. فأول ما نزل كما تعرفون من القرآن الكريم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم من بين أول ما نزل اقرأ سورة القلم، بداية سورة نون، نون والقلم وما يسطرون، وقوله تعالى من آخر ما نزل آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد جاءت فيها الكتابة والإملاء والتدوين بشكل كبير. فكانت الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب، وليملل، إلى آخر 9 مرات كتابات مشتقات الكتابة، و3 مرات من الإملاء، لتبين أهمية العلم في الثقافة الإسلامية. بدأت الرسالة بإقرأ، واختتمت أو من آخر ما نزل الكتابة، لأهمية العلم والثقافة والفكر والمعرفة في ثقافتنا الإسلامية. وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم حرية الكفار في غزوة الأسرى في غزوة بدر مقابل التعليم، أن يعلموا المسلمين، إذا علموا كل من علم 10 مسلمين من الأسرى فهو حر، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أول مرة في التاريخ، وربما لم تتكرر، ذلك لأهمية التعليم وأهمية العلم في المشروع الإسلامي. والحقيقة العلم
والتعلم والثقافة إذا لم تتحول إلى إدمان على المطالعة والمعرفة والعلم، الإدمان الحقيقي، لا يمكننا أن نكون أن نحسب على الركب وعلى المشروع الإسلامي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي تتعلق بكارثة ضعف التنظير. حين يغيب العلم ويغيب المعرفة، تغيب المعرفة والتعلم، ندخل في كارثة حقيقية كما هو حال الآن، من حيث إن ضعف التنظير يشكل كارثة، وضمور التنظير يشكل مشكلة بالنسبة للثقافة الإسلامية والمشروع الإسلامي ككل. فالتنظير هو الإبداع. نحن من حيث لا نقرأ كثيرا ولا نطالع كثيرا، لم نستطع أن ننظر وأن نكتب وأن نؤلف وأن ننتج، وأقصد هنا بضعف التنظير في مقابل الثقافة العالمية. لكاد المسلمون لا يوجدون. المشاريع الكثيرة الموجودة في العالم يتقدمها غير المسلمين. أما المسلمون فقراءة تشكل ضعفا، تشكل أهمية أولوية مفقودة، وبالتالي ضعف التنظير وضعف الإبداع عندهم. والتنظير نتيجة للتكوين والبناء العلمي المتين. في غياب البناء العلمي والتكوين العلمي يقل التنظير، فلا توجد حلول بالنسبة إلينا، لا في التعليم ولا في التنمية ولا في المعمار وفي كثير من المعارف. لا يوجد إبداع ولا يوجد إنتاج. والتنظير هو الذي يتيح خيارات متعددة للتعامل مع المستجدات. المستجدات، العصر يعرف مستجدات، والإنسان يعرف مستجدات مع الزمن. وحين يغيب العلم ويغيب الإبداع يقل التنظير، وبالتالي لا نستطيع التعامل مع المستجدات. المستجدات والتحولات الحديثة والمستجدة، يكون التنظير إذا واكبها التنظير نستطيع أن نبدع حلولا، نستطيع أن نكتشف حلولا. لذلك سرعان ما نلجأ إلى الغرب لنستفيد منه، فنقف بدون إبداع وبدون تنظير. والتنظير الحقيقي هو الذي كان يسميه السلف بالاجتهاد. العلماء سابقا كانوا يقول اجتهاد، معنى الإبداع والإنتاج ومحاولة مواكبة المستجدات، حتى يكون تنظير وتراكم تنظير، نستطيع أن نبدع حلولا للمشاكل التي تعترضنا. المقدمة الثالثة، وهي أن ننزل الناس منازلهم، أن نعطي للناس مكانتهم. وهذه خصلة نبوية مهمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويحث عليه. وقد جاء في عرض الإسلام على خالد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد وهو مشرك، يقول لو أسلم لقدمناه على غيره. إن شخصية خالد شخصية قيادية وليست شخصية عادية، وهو كافر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقدمناه على غيره، لأعطيناه المكانة اللائقة به ليكون قائدا من قادة الجند. وبالفعل كان كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم صديقات السيدة خديجة رضي الله عنها لمكانتها الكبيرة في قلبه وفي حياته صلى الله عليه وسلم، وكان يضعهم في المكان الذي يليق بهم يكرمهن ويحتفي بهن. ومما جاء في كتب الأثر أن رواية، وقد شكك فيها بعض ولكن ضعفها البعض، ولكن هي نحن نوظفها ونستفيد منها في هذا الباب، وهي أن ابنت حاتم الطائي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لأبيها ولمكانة أبيها الذي كان معروف بالكرم وبالأخلاق الكريمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. لأن أباها كان شخصية عظيمة ومكانة اجتماعية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحترمها. المقدمة الثالثة أو الرابعة عفوا، تتعلق بإعادة المفاهيم، إعادة بناء المفاهيم. نحن أمام ترسانة من المفاهيم،
وترسانة إعلامية كبيرة جدا. هذه الترسانة تعطي صورة سيئة عن الإسلام. وبالعلم والمعرفة والبناء العلم المتين الذي تحدثت عنه، أقصد بالمقدمات بين قوسين، أقصد بالمقدمات الأدوات التي يمكن أن نستعيد أن نوظفها في بناء المشروع، في بناء المشترك الإنساني. فالمفاهيم بالبناء العلمي، بالبناء المعرفي، بالتنظير يمكننا إعادة صياغة هذه المفاهيم. أعطي بعضها. الفقيه والفقه كثيرا ما يقول المناوئون للصف الإسلامي أو للثقافة الإسلامية ثقب في الفقه الإسلامي، كارثة في الفقه الإسلامي، أو شيء من هذا القبيل، فيعيرون أو ينتقدون الفقه وهم لا يعرفون معنى الفقه. وقد اختلط في عصرنا الفقه والوعظ والفقيه والواعظ والراقي والمشعوذ والفكاهي والبهلوان، في حين أن الفقه صناعة عظيمة تعتمد على معرفة وعلى أسس متينة وتعتمد قواعد، ويكون الفقيه والفقه قادر على مواكبة المستجدات. فنحن أو في العصر يحاسب الفقيه، ولكن المقصود هو الواعد. وأنتم تعرفون أن الوعد يتصدى له كل من هب ودب، كل من شاء أنشأ قناة أو موقعا فيعظ الناس بغير، في كثير من الأحيان بغير الأسس العلمية وبالضوابط الشرعية. يمكن أن أضرب مثلا آخر في الفقه المعاصر، أو أضرب مثلا بالفقه المعاصر. الفقهاء تصدوا لنازلة من نوازل المرأة التي هي على غير دين الإسلام وتتزوج رجلا غير مسلم في الغرب بالأساس، فأسلمت. قال الأصل في هذه الفتوى، الأصل في هذه النازلة أن يفرق بينهما، أن لا تبقى في عصمته. لكن الفقهاء رأوا أن هذه المرأة إذا كانت ترجو إسلام زوجها أو تريد أن تحافظ على أبنائها وأن يتربوا في حضنها، وأن زوجها لم يعني يضطهدها ولم ينلها منه سوء، يمكن أن تبقى في عصمته ولو بقي كافر. فهذه نازلة من النوازل التي اعترض لها الفقه وتصدى لها. والفقهاء يقولون إن الصياد، فقهاء المالكية بالخصوص، إن الصياد وهو يصطاد وهو في الهواية وقد سدد بندقيته إلى الطريدة، قال الفقهاء يستحب له أو مما يستحب له أن يحدث حركة أو حنحنة أو صوتا ليعطي للطريدة فرصة لتنجو بروحها وحتى لا تموت. وقالوا أيضا الفقهاء، قالوا بعدم جواز عدم إعطاء الماء للأسير الذي أصابه العطش، وحارسه المسلم يريد أن يتوضأ ولا يملك من الماء إلا ما يتوضأ به. قال الفقهاء لا يجوز أن يتوضأ ويموت الأسير، والأسير نحن نعلم أنه ربما قد يساق إلى المشنقة ويساق إلى القتل، وله عداء كبير للمسلمين، ومع ذلك قالوا لا يجوز. الجهاد كمثال آخر، الجهاد في السياقات القديمة كان جهادا سباقيا، وكان يلجأ إليه كضربة سباقية في القبائل قديما وفي الجاهلية، وحتى في عصور كثيرة من الإسلام كان المسلمون إذا لم يجاهدوا ولم يسابقوا ويسبقوا إلى جهاد قد تغزوهم القبائل الأخرى أو الدول الأخرى. لكن الآن قال الفقهاء بتغيير السياق، بظهور المواثيق الدولية، بظهور المعاهدات الدولية، وبالتالي السباق الجهادي أو الجهاد الاستباقي أصبح غير مبرر وغير جائز. هذه جملة من المفاهيم التي نحتاج إلى تصحيحها حتى يعرف الناس حقيقة هذا الدين، مصطلح الإنسانية.
في الغالب يتصور أن مصطلح الإنسانية هو البعد الإنساني للثقافة المعاصرة، والحقيقة هذا غير صحيح. الإنسانية ثقافة جاءت بعد أن سيطرت الكنيسة في أوروبا، وكانت ترى أنها الوحيدة للتنظير، للإبداع، للتوجيه، فكانت الكنيسة وحدها تتحدث بأي الله. جاء الإنسان فثار على الكنيسة لكي يقول بإنسانية هذا الإنسان، وأنه هو الأحق بأن يعطي الحلول والآراء في هذا الواقع. فينبغي أن يحرر هذا المعنى لكي يفهم في مكانه. ثم مصطلح آخر، الإسلام والإسلاميون، أو الحركات الإسلامية، أو الأصولية كما يحلو البعض أن يسمي. الإسلام هو الوحي، هو المنزل من السماء، هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماعات والتنظيمات والأفكار، هذا اجتهاد من الإسلام، قد يصيب وقد يخطئ، قد يكون قريب أو بعيد من الإسلام. فلذلك لا يحاسب الإسلاميون والجماعات الإسلامية ويقصد به الإسلام. كثير من الجهات تنتقد الإسلاميين وتنتقد الجماعات الإسلامية، خصوصا في لحظات التطرف والعنف، وفي غالب الأحيان يقصد بها الإسلام. فلذلك يجب تصحيح هذه المفاهيم ومراجعتها لكي نعطي الصورة الحقيقية للإسلام. المقدمة الخامسة، وهي تتعلق باختيار خطاب. نحن في أمس الحاجة إلى إبداع خطاب مناسب للعصر. هذا الخطاب تأسس، ينبغي أن نلحظ فيه الملاحظات التالية. الخطاب السائد الآن عند المسلمين خطاب منفر، خطاب يتأسس على التكفير، خطاب يتأسس على التقتيل، خطاب يتأسس على الإرهاب. والمسلمون عند الغرب وعند غير المسلمين هم أهل شهوة وأهل تبذير وأهل كسل وأهل عنف، فينبغي أن نختار خطابا غير ذلك، فيغيب التوازن بين التكليفي والوضعي. الفقهاء يقولون إن الخطاب الوضعي هو الإطار العام للخطاب التكليفي. الأحكام التكليفية من فرض ومن حرام ومن واجب ومن مندوب وغيره، هذه أحكام مستنبطة من الشرع. لكن الحكم الوضعي المتعلق بالأسباب وبالموانع وبالشروط هو الذي يحدد الحكم التكليفي. إذا لم يكن الخطاب الإسلامي يراعي الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي، سوف يبقى خطابنا بعيد عن الواقع، ويبقى خطاب بعيد عن العصر. خطاب السائد الآن عندنا هو خطاب يا أيها الذين آمنوا. وللأسف الشديد نحن خطابنا فيما بيننا، وقد نسينا العالم. ومعلوم أن الإسلام ليس للعرب وليس للمسلمين، ولكنه للبشرية. فهناك خطاب آخر وسمته يا أيها الناس، نحن لا نخاطب العالم، وبالتالي نتطاحن ونتقاتل فيما بيننا، ولم نستطع أن نخاطب الإنسان لنؤسس للمشترك الإنساني. المسألة الأولى، وهي التي تتعلق، أنتقل بكم الآن إلى المسائل. المسألة الأولى وتتعلق بالمشترك الإنساني. تعريف المشترك الإنساني الذي أقترح عليكم هو من كتابي في المشترك الإنساني تأسيس مقاصدي. الإنسان مجبر على البحث عن القواسم التي يشترك فيها مع أخيه الإنسان، ليتمكنا معا من العيش في أمن وفي سلام، مع تحقيق عيش كريم يليق بهذا الإنسان. هذا هو المقصود بالمشترك الإنساني، القواسم المشتركة القليلة التي يمكن أن نلتقي عليها مع غيرنا، ونلتقي مع مجمل الإنسانية، مجمل البشرية، لكي نؤسس لعيش مشترك فيما بيننا. وحين نقول قواسم مشتركة، لا نقصد بالقواسم المشتركة التي تمس الخصوصيات وتنال منها. فلا ينبغي التنازل عن العقيدة. العقيدة مكون أساس من مكونات خصوصياتنا. تقاليد أيضا مهمة، الأعراف. فلا ينبغي التنازل
عنها بقدر قيمتها، لا ينبغي التنازل عن خصوصياتنا لكي نؤمن، لكي نقول بالمشترك الإنساني، لأن التنازل عن العقيدة قد أخرجنا من دائرة ما نؤمن به. هذه المقدمة. المقدمة الموالية أو المسألة الثانية عفوا، وهي ما يسمى بالقيم الكونية. والحقيقة أن هذه أكذوبة، أكذوبة القيم الكونية من حيث التسمية. فحدود طلاع الإنسان لا تتجاوز العالم ملموس، الكرة الأرضية. إذا أحسننا الظن وأحسننا التقدير قلنا إن الإنسان قد اطلع على العالم، أما الكون فهو شيء أكبر من العالم، هو حياة أخرى وقد تتجاوز هذا العالم. الكون يبقى منطقة بعيدة المنال والاطلاع، ومحاولة معرفته طموح، ويسمع يطمح الإنسان إلى تحقيق ذلك، ولكن مع ذلك هو صعب التحقيق لأنه بقي مجهولا وبقي بعيد الملال، والإنسان يسعى إلى تحقيق ذلك، والإسلام يدعونا إلى ذلك. القيم الكونية ترجمة غير دقيقة وترجمة مدلسة وترجمة فضفاضة للأونيفرسال، أونيفرسال. وقد يكون، وهذه الترجمة استغلها المناوئون لمحاولة النيل من ثقافتنا. القيم الكونية مدخل متسرع ومتهافت. في كثير من الأحيان يقولون قيمة كذا قيمة كونية، وقيمة كونية معنى أنك لا ينبغي أن تزايد عليها، ولا ينبغي أن تراجع، ولا ينبغي أن تنال أن تنتقدها. ونحن نعلم أن الكنيسة أو البابا في روما، قد المسيحية، قد تراجع عن كثير من المواثيق الدولية، وقد لم يعترف بها في مؤتمر إسطنبول، في مؤتمر ريو دي خانيرو، في مؤتمر، في كثير مؤتمرات، في مؤتمر نيروبي تردد ولم يقبل كثير من القيم، بمعنى أنها ليست قيم كونية. والترجمة الحقيقية هي قيم عالمية. يمكن القول بأن هذه القيم عالمية أو قيم إنسانية، أن ذاك يمكن أن نتحدث، ويمكن أن نطرح أيضا قيمنا. المسألة الموالية، الربح في الثقافة المعاصرة هو الأهم. لا يهم الإنسان، ولا يهم في إطار الليبرالية المتوحشة والمسيطرة، لا يهم رجال الأعمال إلا المال، ولا يهمه إلا الربح، لا يهمه الإنسان. ونحن قد عشنا هذه الأزمة، أزمة كورونا، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يرفع عنا. أعطيت الأولوية للاقتصاد على الإنسان في كثير من الدول، في ألمانيا، في خاصة في هولندا، في إنجلترا، في الولايات المتحدة الأمريكية. فالناس يقولون ينبغي أن تعطى الأولوية للاقتصاد، وقد كبر الشيوخ ينبغي أن يغادروا وأن يموتوا. نحن في أمس الحاجة إلى التغطية التي يستفيدون منها، التغطية الصحية والبيوت التي يعني يسكنوها ينبغي أن يموتوا لكي نستفيد نحن. بكل وقاحة كانت هذه القيم، وهذا الغرب الذي يتردد في كثير من الأحيان أنه يملك قيم. في الحروب لا تعطى الأولوية للإنسان، تعطى لكل شيء، للمكاسب التي ينالها المحارب والغازي والذي هو المستعمر، ليستولوي على المال، ويستولوي على المعامل، ويستولوي على الأرض، ولكنه لا يقيم اعتبار الإنسان فيقتله. وهذا مخالف عفوا عفوا هذا مخالف لثقافتنا التي نؤمن بها. نحن نعلم أن الحروب وفي الجهاد كانت توجيهات القادة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا شيخا، ولا تقتلوا عابدا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا حيوانا. وبالتالي نحن أمام ثقافة مغايرة، وينبغي أن نؤسس لثقافتنا ونعرفها جيدا. حقوق الإنسان في الغرب موضع اتهام الآن، بحيث تعطى الأولوية لكل شيء إلا للإنسان. في الولايات المتحدة في أزمة كورونا كثير من الناس يموتون لأنهم لا يملكون تغطية صحية، فتركوا يواجهون حتفهم لكي يموتوا دون رحمة ودون شفقة.
والدولة الحديثة، ما يصطلح عليه بالدولة الحديثة، هذا مصطلح ينبغي أن يلتفت إليه. الدولة الحديثة دمرت الإنسان واستولت عليه، ولا يهمها، لا تهمها الحرية، ولا تهمها حرية الإنسان. والذي يروج له الآن في العالم ما هي إلا قشور، وليس هي الحقيقة، وليس هي الحرية المطلوبة. بل إن كثير من الغربيين ينتقدون هذا، وقد نناقشه في وقته. المسألة الرابعة، الهوية والمشترك الإنساني. الحفاظ على الهوية مدخل للتنوع. كل من يدعي أن نتنازل عن هويتنا فهو واهم. لكي نحقق المشترك الإنساني، لا يكون التنوع إلا بأن يحافظ الناس على هوياتهم. هكذا يكون التنوع. التنوع يكون، لا يكون إذا كنا أرقاما واحدة أو صورة واحدة. إذا كنا حضارات متعددة متنوعة متعددة تحافظ على هوياتها، آنذاك يكون التنوع. المشترك الإنساني لا يعني الاندماج الكلي. لا يكون المشترك الإنساني بأن نندمج في الحضارات الأخرى. ولذلك الغرب إذا لاحظتم في أوروبا يدعي ويدعو إلى الاندماج، وهذا مصطلح خطير. الاندماج هو أن تتنازل على هويتك وعلى عقيدتك وعلى دينك، وأن تسير في ركبه، وبالتالي فأنت لست إلا رقما من رقم الغرب. ينبغي أن تندمج فيه ويصير هو الواحد وهو الأحد. المقصد الأول، أنتقل بكم الآن إلى مقاصد هذه المحاضرة لكي نختم. المقصد الأول، حنفاء العصر. حنفاء العصر هذا مصطلح ينبغي أن نقف عنده وأن نسترجعه. الإنسان لا يعدم عقلاء وحكماء. العالم الآن فيه عقلاء وفيه حكماء، فيه الإنسان المدمر. وعادة السياسيون يكونون، السياسيون والاقتصاديون يكونون بدون رحمة وبدون شفقة، وقد يكون يسعى وراء الربح ويسعى وراء سيطرة بلده ولا يهمه الإنسان. لكن في هذا العالم مثقفين ومفكرين وفلاسفة، في لهم من العقل ومن الحكمة ما يمكن أن يفتح معهم الإنسان الحوار. ولذلك المقاصديون وعلماء الأصول يقولون في العقل وفي الإنسان، يقولون إن هذه أجمع عليها العقل، أجمع عليها الأمم والملل، وقد أجمع عليها العقلاء. يقصدون بالعقلاء وبالعقل العقل السليم والعقل الحكيم، بمعنى بمصطلح المعاصر الغير ملوث بالإيديولوجيا وبالفلسفة المعادية. عقلاء المرحلة محاورين مهمين، يمكن أن يفتح معهم الحوار، ويمكن أن نناقشهم، ويمكن أن نعرض عليهم كثير من الآراء، بشرط أن نؤسس لثقافة ولعلم ومطالعة وقراءة، وأن نؤسس تنظيرا وأن نراكم تنظيرا. في هذا الحال يمكن أن نبحث عن محاورين، وهم كثر. بعض الأحيان في كثير من المثقفين يمكنك أن تأخذ الكتاب وتنسبه إلى التصور الإسلامي وإن كان من غير الثقافة الإسلامية. وأطروحتي التي أعمل عليها بين قوسين هي أن الفكر الإنساني آيل، الفكر الإنساني السليم، الفكر الإنساني الحكيم، الفكر الإنساني العاقل، آيل إلى التلاقي مع الوحي القرآني، آيل إلى التلاقي في مآله، سيلتقي مع الرسالة السماوية، وهذا وعد إلهي. فإذا هؤلاء العقلاء، عقلاء المرحلة، هم كثر، وينبغي أن نحاورهم، وينبغي أن نفتح معهم حوارا. إنياسو راموني، زيغموند باومن، سيرج لاتوش، عدد كبير منهم ينتقد الغرب وينتقد القيم السائدة، ينبغي أن نفتح معهم الحوار. حنفاء هذه المرحلة قد ينظر إليهم بسهم المؤلفة قلوبهم في سهم الزكاة. في الغرب كان يقول العقاد رحمة الله عليه، صاحب فيلم الرسالة، يقول: أعرف كثير من الغربيين من الأمريكيين مستعدون للتعاون في القضية الفلسطينية، لكنهم لا يستطيعون الإفصاح عن مواقفهم، لأن مصدر رزقهم سيقطع عليهم. لو استطعنا أن نؤسس لثقافة وأن نوظف إمكاناتنا المالية في هذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم،
ووجهناه لهؤلاء الحنفاء، لهؤلاء العقلاء، يمكن أن نؤسس لثقافة جديدة ولثقافة أصيلة. المقصد الثاني، ينبغي أن نبحث عن هذه القواسم المشتركة أو هذا المشترك الإنساني. ما الذي نشترك فيه مع الإنسان؟ صاحب كتاب الصراع على القمة ليستر ثارو، وهو كتاب من سلسلة عالم المعرفة التي تصدر في الكويت، يقول هناك، يسميها مشاكل موجعة في العالم، مشاكل موجعة. هذه المشاكل، المشكلة الأولى هي التي نعبر عنها أو أعبر عنها بالقواسم المشتركة. المشكلة الأولى الإنسان. الإنسان كإنسان فقد هويته، أصبح لا شيء. في الثقافة المعاصرة، في ثقافة ما بعد الحداثة وثقافة الحداثة، الإنسان أصبح ينشد العبث، أصبح ينشد ويسعى إلى الهامش. اللباس الذي كان، الذي هو رمز الستر ورمز الجمال، أصبح لباسا ممزقا وثمنه مرتفع، وبالتالي لم يعد الإنسان يقصد الأصل. الإنسان يبحث الآن، حتى نشأت ثقافة اسمها ثقافة الهوامش، أدب الهامش، السينما الهامش، وهذا ناتج عن ذهاب الإنسان وسعيه عن البحث عن لا شيء، وهذا من نتائج، وهذا من ضياع الإنسان. وينبغي أن هذه قواسم مشتركة مع العالم. البيئة، الكارثة البيئية التي يعيشها الإنسان، فهي تندر الناس، تندر الإنسانية، تندر البشرية، تندر العالم. والغرب يأخذ الإنسان إلى مقتله، وهذه مشاكل وجودية. ينبغي أن، هذه هي القواسم المشتركة التي ينبغي أن نتقاسمها مع الناس. الاستهلاك، كارثة الاستهلاك والتسوق. أصبح الإنسان، ومن أكبر الأزمات العالمية، في أزمة التي ضربت أمريكا أعتقد 2008 وأوروبا 2008، هذه الأزمات كان سببها الاستهلاك. الإنسان دخله مثلا 2000 دولار، لكنه ديونه ومن البنوك قد تكون 4000 أو 5000، يعني يستهلك أكثر مما ينتج، أكثر ما يملك. الأخلاق، الأزمة الأخلاقية هي أزمة كارثية الآن في العالم. هذه قواسم مشتركة على عجل حتى لا يداهمنا الوقت. المقصد الثالث، ينبغي أن ننتج خطاب عالمي. هذا الخطاب الذي تحدثنا عنه، خطاب يا أيها الناس، ولا يقتصر على خطاب يا أيها الذين، مع أهمية خطاب يا أيها الذين آمنوا، خطاب داخلي، ينبغي أن ننتج خطابا عالميا. هذا الخطاب ينبغي أن يكون خطابا معرفيا وعلميا. وقصدي بالخطاب المعرفي ليس كما يظن البعض إلغاء الآيات وإلغاء الأحاديث وإلغاء المسحة الإسلامية، لا. الخطاب المعرفي أن يكون خطابا علميا قويا، يستطيع أن يجعل الآخر أو يقنع الآخر. هذا الخطاب المعرفي ينبغي أن تكون من سماته الأساسية استنساط الآخر. إذا لم ننجح في أن نجعل الآخر، يعني الغرب، نجعله يستمع إلينا مرغما فكريا أقصد وعلميا، لأن الخطاب إذا كان قويا، إذا كان المنتوج عظيم الفكري والأدبي والشعري والبلاغي والفني والسينمائي والغنائي، إذا لم يكن خطابا قويا يجعل الآخر يستنصته، سوف لن نؤسس لخطاب عالمي. هذا الخطاب ينبغي أن يتأسس على روح الشرع. روح الشرع ومقاصد الشريعة مكون أساس في هذا الخطاب العالمي، من حيث إن مقاصد الشريعة والضروريات كما تعرفون هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الأسس ينبغي أن تراعى في هذا الخطاب، ويمكننا أن ننتج خطابا قويا يستنصت الآخر. و أسوتنا بسيدنا نوح عليه السلام. نوح عليه السلام أمره الله تعالى بصناعة سفينة لإنقاذ الإنسانية، وأخذ من كل صنف، من كل
خلق زوجين لكي كي يعني يعطي للإنسانية أو للأرض السلام والنجاة. هذه السفينة الآن لا يمكن أن نصنع سفينة ونأخذ وأن نكون ظاهريين. السفينة هي الخطاب، هي الخطاب وهي المنتوج الذي أتحدث عنه وهو التنظير. إذا استطعنا أن ننتج سفينة يمكننا أن نذهب إلى استنساط الإنسان وإنتاج خطاب عالمي. المقصد الرابع، الخطاب الإسلامي المساهم. أقصد به ينبغي أن نتجاوز كثير من المطبات. الأولى أن خطابنا هش وضعيف. الخطاب الإسلامي إما خطاب تكفيري، إما خطاب وعظي بسيط لا يخاطب العقل الغربي الذي لا يؤمن ولا يخاطب الثقافات الأخرى. ينبغي أن نتجاوز، ينبغي أن يكون الخطاب قوي وأن يكون متمكنا من أصالته ومن قرآنه ومن وحيه حتى يكون قوي ومن تراثه. الخطاب الذي نقدمه لا ينبغي أن نقدم أنفسنا كبديل. صحيح نحن كالإسلام بديل للثقافات المعاصرة، ولكن تقديمه ينبغي أن لا يكون خطاب البديل. القرآن يقول تعالوا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة السواء تفترض ما تفترض. لا بد من تقديم خطابنا كمساهمين، كمساهمين ليحظي بالقبول والتجاوب. الغرب عنده عقدة تفوق، لا يمكنه أن يقبلنا كبدائل له وإقصائه. يقبلنا كمساهمين، يقبلنا كمحاورين، يقبلنا فيتجاوب معنا. هكذا نكون قد أنهينا هذه المحاضرة، وأرجو أن تقبلوا مني هذه السرعة، وإذا كان من شيء أوضحه فأفتح معكم الحوار في النقاش. ولكن مبدئيا أشير إلى أن هذه أفكار تقاسمتها معكم لتمحيصها أصلا، ولمحاولة يعني لمراجعتها وقراءتها معكم قراءة تناسب وتراجع لكي تراجع جيدا. أحيل الكلمة إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير دكتور، حقيقة محاضرة ماتعة قصيرة لكنها مليئة بالأفكار ومليئة بمواد النقاش، لأنها أظن يعني الإخوة سيناقشون نقاشا كبيرا فيها إن شاء الله. أستاذ معاذ لو تفتح لنا الشات جزاك الله خير حتى نستطيع الإخوة أيضا يكتبون على الشات. طيب الشات مفتوح الآن. الآن جيد، الشات مفتوح الآن، من يريد أن يستخدم الدردشة ممكن يكتب، وأيضا المحبين للسؤال يمكن أن يرفعوا الأيدي وسنبدأ بال يعني حسب التسلسل إن شاء الله. طيب معنا المداخلة الأولى الأستاذ موسى، تفضل أستاذ موسى. موسى لا معك الدكتور موسى. لا يا عزيزي تفضل دكتور. أخي العزيز شكرا كثيرا على المحاضرة القيمة سمعتها يعني بشكل رائع جدا. يعني أشكر الدكتور على هذه فعلا المداخلة القصيرة والقيمة، فيها مفاتيح أفكار كثيرة. فقط كان لدي بعض يعني تساؤل حول موضوع الهوية. أعتقد موضوع الهوية هو موضوع يعني سبب كبير في تخلف العالم العربي بشكل كبير جدا، ولأنه عندما يقول هناك لابد ما يكون هناك تعدد بالهويات، أعتقد هذا سيولد ما يسمى أزمة الهوية. للأسف الشديد نحن عندنا تعدد كبير جدا على المستويات الوطنية والمحلية وعلى مستويات متعددة جدا، فأصبحت أزمة الهوية هي الأزمة المعرقلة لكل جوانب الحياة في العالم العربي. فهناك تكدس قوي جدا على مستوى المحلة، على مستوى القرية، على مستوى الأماكن المختلفة، القبائل. هناك تعدد قوي جدا وعندنا يعني ضعف وتجزؤ في الهويات، وهذا إشكالي. بالتالي تشجيع موضوع تعدد الهويات في ظل وضع تخلفي ووضع
غير مواتي لن يكون إيجابي إنما يكون هناك هوية مشتركة. فأنا يعني قد أكون معارض تماما لموضوع تعدد الهويات كما تفضل الدكتور في ذلك. شكرا. تفضل دكتورنا إذا تحب الإجابة دكتور محمد الشهيد. الحقيقة أنا أريد أن أستمع يعني أسمع في الأخير لست يعني ليس من ضروري أن أجيب إما قد يكون ضعفا مني وأنا أريد أن أتفاعل مع هذه الأمور فمن الأفضل أن نسمع الإخوان والأخوات أفضل إذا كنتم تتفقون معي. هو لأنه الدكتور موسى طرح فكرة يعني فكرة طيب نعم. أجيب هو قصدي بالهوية هنا ليس كما ذهب الدكتور أنا أتفق معه إنما أقصد بالحفاظ على الهوية بمعناها الإيجابي أيضا إقصاء الناس والبحث على هويات وجمعهم في هوية واحدة هذا لم يقل به حتى الإسلام. الإسلام حين جاء إلى الثقافات وأنتم الإخوان أدرى مني في العراق وفي هناك الفرس وهناك الثقافات ولكن الهويات تركها وحافظ عليها وهذبها وأعطاها خصوص أعطاها بعض الخصوص أو بعض القواعد لكي تنصهر لا أقول تنصهر لكي تضاف إلى الثقافة الإسلامية ولكي تضاف إلى الهوية الإسلامية ولكنه ترك هذه الهويات ترك هذه الخصوصيات. ففي المغرب عندنا تعدديات مثلا المغرب عندنا قضية الأمازيغية وعندنا الحسانية وعندنا فمن غير الحكمة أن يقضى عليها كما أنه من غير الحكمة أن تسهر وأن تذاب كما أنه من غير الحكمة أن يحاول استنهاض أو إيقاد هذه العصبية. ليس هذا هو المقصود. المقصود هو أن نحافظ على ثقافتنا أن نعتز بها كمكون بمعنى الإيجابي كمكون من المكونات لا المقصود بها ليس المقصود بهذا حتى نصل إلى القتال أو الاقتتال لا القصد هو أن نعتز بهويتنا أن نعتز بمكوناتنا لأن بهذه الهوية يكون التنوع قد نتختلف مع الآخر قد نختلف مع الآخرين وآنذاك يمكن أن نؤسس للمشترك. أما إذا كنا نسخة واحدة فمن الصعب تحقيق هذه الهوية ومن الصعب تحقيق المشترك الإنساني. هذا هو قصدي بمعناها الإيجابي. فليطمئن الأخ أنا لا أقصد الهوية بمعناها السلبي كما يذهب إليها بعض الذين يثيرون هذه النعم. أنا أتفق معك دكتور في موضوع أنه لا يمكن يكون المجتمع يعني نوع واحد هناك تعدد لكن للأسف الشديد المقومات العربية القائمة الآن من الناحية التعليمية من الناحية الثقافية من الناحية الاجتماعية هناك تخلف وبالتالي تعدد الهويات الآن في العالم العربي أصبح نقمة أكثر من يعني قد يكون الجلب المنفعة يعني وبالتالي أصبح يعني بعض الأحيان نقول إنه قاعدة إسلامية يعني درء المفاسد يعني تقدم عن جلب المصالح. فإذا كان تعدد الهويات في الوقت الراهن يعني تزرع كثير من الانشقاقات والحروب والصراعات تجدها الآن عندنا في اليمن تجدها في العراق في كل مكان في ليبيا نتيجة تعدد الهويات. فبالتالي هذا الإشكال إحنا عندنا أزمة هوية قوية جدا في العالم العربي. فبالتالي إحنا نفكر وفق الواقع الراهن وكل منطقة يختلف تماما في موضوع الهوية فيها يعني هذا الذي أقصده إنه إذا كان هناك واقع أو بيئة مماتية لتعدد الهويات لا بأس في ذلك. ولكن في مرحلة الآن أيضا في الفكر العربي وفي كثير من المداخلات الآن الحالية إذا شجعنا موضوع تعدد الهويات نحن نشجع الانقسامات نحن نشجع الحروب نحن نشجع كثير لأنه يعني لابد من صهر كثير من الجوانب لأجل خلق هوية مشتركة حتى مع تعدد الهويات. هذه الإشكالية كبيرة جدا يعني. وشكرا لإجابتك وأعتقد أنه هناك يعني وجهات نظر مختلفة يعني ولا يفسد يعني في الود قضية في الموضوع يعني. مرحبا. هو بالقصد بالأسف حتى لا نطيل أنا قصدي بالهوية مع الغرب. الهوية الداخلية هذا موضوع آخر هذا موضوع يمكن أن يكون موضوع محاضرة خاصة. أنا أقصد بالهوية بالضبط مع الغرب والغرب أقصد به الذي نختلف معه
ليس الغرب الجغرافي، قد يكون الصين وقد يكون الهند وقد يكون اليابان وقد يكون أمريكا وأوروبا، هذا هو القصد. إذا نحن نتحدث عن هوية الإسلامية، الهوية الإسلامية العامة ضد الغرب في مقابل الغرب، هذا هو القصد. وأتفهم يعني طرح الأخ الكريم من اليمن. معنا الأستاذ حمد الحوسني، تفضل أستاذ حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ورحمة الله. حياكم الله، نشكركم حقيقة على هذه المحاضرة القيمة أو ذات القيمة الرائعة، التي رغم قصر الوقت إلا أنها قد احتوت كنوزا كثيرة ومنارات للسائرين في طريق الخير وتقديم الإسلام بصورة عصرية. وكما ذكر الدكتور يعني هنالك أمور يعني مهمة، ومن ضمنها المفاهيم، فعندما تعرض يعني أو عندما تعرض لبعض الأمور متعلقة بالطروحات الغربية ذكر بأنها قد تكون مطاطة، فلذلك يعني كاقتراح إذا رأيتموه مناسبا أنه يعني يفضل لو قدم الدكتور هذه المحاضرة مرة أخرى أن يوضح المقصود بالمصطلحات التي يعنيها، حتى يكون فهم ما يرمي إليه بصورة دقيقة، لا أن يعني كل شخص واجتهاد ويعني وفق اجتهاده. أمر آخر يعني أيضا أحيي عليه الدكتور، وهو عندما تعرض لموضوع الجهاد، هذا الموضوع الشائك الذي يعني نتيجة بعض الأمور السياسية والعالمية تجنبوا الحديث عنه، فأصبح لدى كثير من الناس من المسلمين يعني جهل بالضوابط التي تجعل من هذا الموضوع يعني منطلقا للخير وليس إرعابا وإرهابا كما يصفه غيرهم، فأصبح ضعف الزاد العلمي والخواء الفكري المتعلق بهذا الموضوع يجعل كثير من أتباع المسلمين أو نقول عدد لا بأس به يستقبل أي فكرة يأتي بها شخص ربما قد يكون معمما وملتحيا ويتلو الآيات القرآنية ويسرد الأحاديث النبوية التي تتفق وما يريد أن يوصله ومما هو منحرف وبعيد عن الإسلام حقيقة. لذلك سد هذا الفراغ العلمي هو أنا أراه الحصانة والأساس الذي يجب أن يقوم به يعني كما هو قال حنفاء العالم، أنا أقول حنفاء المسلمين يعني بشكل أساس، لا أن يتجنبوا الحديث عنه. وحتى يعني من ناحية سياسية فإن السياسة يعني فيها الحكمة الأصل وتنشد الخير للإنسان، فإذا ما أريد أن يضبط الجانب السلوكي البعيد عن منهج الإسلام والاعتدال فإنه يكون بالتوجيه الصحيح. كذلك أشير إلى أنه في تاريخ 16 من نوفمبر من عام 2019 أطلق مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني في جاكرتا في أندونيسيا، وطبعا هذا المشروع يعني يأتي تنفيذا ل يعني توجيهات سامية من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي غادرنا بتاريخ 10 يناير من عام 2020. فهو حقيقة منذ أن أتى يعني وهو يؤسس لهذا الفكر العالمي الذي يعني يشجع على تحقيق السلام والتعاون للجميع، فجميل أيضا أن يطلع ويوجد لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان يعني مبادرة متعلقة بهذا الموضوع، وشاركت في عديد من الفعاليات العالمية وفي كثير من الدول وكذلك مع الأمم المتحدة. وجميل يعني للدكتور أنا أنصحه أن يتواصل مع الشيخ محمد بن سعيد المعمري مستشار وزير الأوقاف العماني، فإن لديه رؤية وتجارب وكذلك إنتاجات إعلامية متعلقة بهذا الموضوع، فعسى أن تتلاقح الأفكار وأن يكون ما يدرسه يعني الدكتور حفظه الله بارك الله فيه وما قام به يعني أو ما قامت به وزارة الأوقاف وكذلك سلطنة عمان يعني يتلاقحان، فنصل إلى تجربة أفضل
تختصر الوقت ويعم نفعها يعني العالمين. فبارك الله فيكم دكتور، وكذلك أخ أختم وأعتذر عن الإطالة، أعجبني لدى الدكتور نعم نعم عندما ذكر، أختم بها، عندما ذكر يعني قضية الفن والأغاني، وإن كان يعني كثير من المسلمين لديهم تحفظ الأغاني بالمعنى المعروف، ولكن هو أطرها بأن تكون يعني الفن البديل كما يقال، وليس يعني بغض النظر، أنا يعني أتحفظ على كلمة الأغاني، لكن الفن البديل، فهذا فعلا يعني في طرح واقعي يستقطب ويسترعى اهتمام الكثير ممن لا يؤمنون يعني بالإسلام عندما يرون الإسلام بديلا، لأن الناس قد ملوا من التنظيرات ولكن يريدون تطبيقات عملية، أما النظريات فقد رأوها جميلة في عالم التنظير ولكن الواقع يعني يقول خلاف ذلك. وأشكركم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، جزاك الله. هل من تعليق دكتور محمد؟ الحقيقة جيد، أنا سمعته وأتقاسم معه ما ذكر، وأنا يعني ما جاء به تلقيته بالقبول، فإذا كان فيه متسع في الوقت إن شاء الله مرحلة أخرى نتحدث عن المفاهيم نعرضها. نعم. طيب نحن أيضا نقدم دعوة للأستاذ حمد الحوسني أن يتواصل مع أستاذنا الدكتور محمد شهيد حول هذه القضية، لعلهم نعم. يأتوننا بمحاضرة أخرى موسعة تكون يعني إن شاء الله. أستاذ حمد الدعوة موجهة لك يعني للتواصل مع الدكتور محمد إن شاء الله. نتشرف بالمحاضرة ونتشرف بأن نكون أو نقدم هذه المحاضرة للجمهور. حقيقة أنا أتشرف بالاستماع والاستفادة منكم. ونقطة أخيرة تذكرتها الآن، أعجبتني لغة الدكتور أيضا، سلسة دقيقة عميقة، ولكن حز في نفسي أمر بسيط قد أكون ذكرته سابقا في بعض المحاضرات، يعني الكلمات جميلة، يعني فقط المراجعة اللغوية البسيطة عند الكتابة، فإن ذلك من جوهر يعني الهوية الإسلامية التي هي تعتني باللغة العربية. فحقيقة أعجبت بأسلوبه وبدقته وبلاغته وتصويره للأشياء بأخصر عبارة ومباشرة يعني حقيقة. فأنا كما قلت في البداية لست يعني مجاملا، يعني محاضرة قصيرة ولكنها عميقة حقيقة يتأمل عندها، وفعلا هي موجهة ليست فقط للأفراد، ولكن يعني قد يكون هذا مشروع أمة يطرح إن شاء الله. وفقكم الله، إن شاء الله إذا ترسلون إلي عن الأستاذ معاذ يرسل الرقم إن شاء الله أتواصل وننسق إن شاء الله معا ليستفيد منه. ما بعت لك الرقم في إن شاء الله. طيب الآن عندنا دكتورة فتحية، لكن قبل دكتورة فتحية عندنا أسئلة على الشات. في سؤال أو ملاحظة أو ماذا فكرة يقول: كيف يكون الخطاب الجاد مؤثرا ونحن نعاني من ضحالة في مستوى المعرفة في مواجهة موجة من خطاب الآخر المبهر، مع ملاحظة أن خطاب الآخر حتى من أبناء جلدتنا يتصف بالالتواء في فهم النصوص لتتوافق ربما مع الهوى. وأيضا هناك مداخلة أخرى من أخت مغربية يبدو تقول: كيف للأسرة المغربية ذات هويات مختلفة أن تنشئ أطفالها؟ فمثلا صغاري يتيهون بين الثقافة الحسانية التي ينتمي إليها والدهم، والفاسية التي أنتمي إليها، والأمازيغية التي تنتمي لها جدته. هذه ملاحظتان موجودات على الشات. تفضل دكتور لو عندك تعليق. نعم، يمكنني أن أبدأ بالأخت. هذه الهوية التي تتحدث عنها الأخت هذه ليس ضياعا، لنفرض هذا الابن، وليس هذا هو المقصود، لنفرض هذا الابن صار فاسيا أو حسانيا أو ما شئت، ما بقي في دائرة الإسلام في دائرة الثقافة الإسلامية فهو مسلم وليس ضياعا. ينبغي أن لا نعطي الأمر أكثر من حجمه، ينبغي أن نعيش ثقافتنا الإسلامية كما هي بمقاصدها وبضوابطها. الهوية الداخلية ليست، لا ينبغي أن نحاربها ولا ينبغي أن نتحرج منها، وهذا قصدي مع السؤال الأول. فلذلك إذا صار الابن فاسيا أو صار
يعني فاس نسبة إلى فاس أو حسانيا أو أمازيغيا فهذا ليس حرجا، لكن الحرج هو لا قدر الله هو أن يضيع من الثقافة الإسلامية ومن الدائرة الإسلامية. هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه وينبغي أن نبقى حريصين عليه. أما الخطاب الجاد، وهنا أريد وهذا يكاد يكون جوهر ما أركز عليه في على الأقل على الأقل في محاضراتي وخاصة في مرحلة كورونا هذه، لا يمكن أن ننتج علما ولا يمكن أن ننتج تطورا ولا يمكن أن نتقدم ولا يمكن أن نتزحزح أصلا من الوضع المأساوي الذي نعيشه بدون تعلم وبدون علم. الخطاب العالمي الجاد الذي ننتجه لا يكون إلا بالاعتكاف على العلم. وقلت أنا طرحت مصطلح الإدمان المعرفي، الإدمان العلمي، التعلم، الإصرار على العلم. وأقصد بالعلم هنا لا أقصد به ساندويتشات الفيسبوك والواتساب واليوتيوب، لا لا، هذا ليس علما. العلم هو ثني الركب واحتداب الظهر لساعات طوال على الكتب وعلى المصادر وقضاء نحن عندنا الآن جل الناس يقولون الوقت طويل والوقت يعني نقتل الوقت، احنا عندنا في المغرب نقول نقتل الوقت. نحن في فراغ لا نقدم شيئا، لا نقرأ، لا نتعلم، لا نريد أن نواجه العالم بالعلم. العلم هو الأساس، العلم هو الأصل. اسمحوا لي أن أعطي مثالا وأرجو أن يفهم على معناه كما أريد. نحن المسلمون كمسلمين إذا لم نصلي الصلاة في وقتها نشعر بالذنب ونشعر بالإثم، وهذا جيد وجميل وجميل جدا، لكن لا نشعر بالأسف ولا نشعر بالذنب ولا نشعر بأي مشكلة إذا لم نقرأ كتابا أو صفحة أو علما أو معرفة. ونحن نعرف أن الصحابيات كنا يقولن لرجالهن اذهب للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأكفيك بمغزلي. صحابية تقول لزوجها لا تفكر في قوتنا، أنا أكفيك بمغزلي، بمعنى التضحية من أجل العلم ومن أجل المعرفة والتأصيل لهذا. فقدنا هذه الثقافة، فقدنا هذه القيمة. أصبحت المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية لا تقرأ، وأصبح الكتاب مهجورا. ويكفي أن أقول إن دولة مثل إسبانيا تنتج أكثر مما ينتج العالم العربي من التأليف ومن النشر، وهذه كارثة حقيقية. هذه العقلية التي لا تندم ولا تتأسف ولا تشعر بالحرج لأنها لا تقرأ في كشعورها بالأسف على الصلاة وعلى الفرائض، هذا خلل ذهني، هذا خلل منهجي في عقلنا، في ثقافتنا، ينبغي أن نراجعه. وأصلا ثقافة الإسلام تأسست على العلم، إن الله لا يعبد عن جهل. وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية، نحن في اندحار وفي تراجع. النهوض والبناء والتأسيس لا يكون إلا بإنتاج معرفي. لو سمحتم لي أعطيكم نموذج للحالة الكارثية التي نعيش فيها، أعطيكم أيضا مثال وأريد أن يفهم على معناه كما أريد. في المسرح، المسرحيات القديمة كلنا يعرف المسرحيات القديمة كانت رائعة، والشعراء الشاعر القديم في العصور أو قبل 10-20 سنة على الأقل كان الشاعر قد قرأ المعلقات والشعر الجاهلي يحفظه، وقرأ الشعر العالمي، وبالتالي حين يكتب قصيدة يكتب قصيدة قصيدة بمعناها الحقيقي. اعذروني أنا تكويني غير أدبي، أنا تكويني علمي، فذلك أتذوق الأدب والعلم ولكن والشعر، ولكني لا أعرف قواعده وأسسه. ولذلك الأخ حمد أرجو أن تقبل عذري، وإن كان عذرا غير مقبولا في تعاملي مع اللغة العربية، هذه أخطاء نرتكبها، أسأل الله عز وجل أن يعينني على تجاوزها. حتى الغناء، الغناء القديم قد تتفق معه وتختلف معه، لكنك أمام إنتاج علمي، إنتاج فني رائع في 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 تقسيماته، في كل يعني في بنائه، في بناء الغناء. الآن ما الذي ينتج في المسرح، في الغناء،
في السينما، في المسلسلات، من؟ شاب قد طرد من دراسته وقد خرج من قبل الشهادة، ربما من الشهادة الابتدائية، وبالتالي ينتج شيئا لا قيمة له. فدخلنا في عصر التفاهة، وهذا قصدي بالإنسان ما بعد الحداثة، إنسان تفاهة وإنسان يعني السراب وإنتاج الإنسان لا شيء. فلذلك هذا هو قصدي بالعلم وبالمعرفة، ينبغي أن نبحث وأن نؤسس لبناء معرفي علمي قوي، وأن ننشئ وأن نشجع العلم بين أبنائنا. أصبح مفقود هدايا العلمية، الكتاب أصبح مفقودا في الهدايا، أصبحت الهدايا عبارة عن ألعاب وعبارة عن أشياء لا قيمة لها، يكسرها الطفل، يكسر حتى الأطفال، حتى الشيوخ للأسف الشديد حياتهم في اللعب، في لعب البلاي ستيشن وفي لعب كذا وفي لعب كذا. أما الكتاب والاعتكاف على الكتاب، لاحظ معي أيضا ملاحظة أخرى مع العلم، قد ندعو الله عز وجل في كل شيء، في مشاكلنا وفي ظروف، في مآسينا وفي مصائب، لكن أن يتفرغ الطالب، أن يفرغ ليلة طالب أو الأستاذ للدعاء إلى الله عز وجل ويتضرع إليه، لأنه لم يستطع أن يفتح بابا معرفيا قد استغلق عليه، هذه لا نلجأ إليها، مع أنها من خصائص السلف الذي نتبجح بأننا من السلف الصالح ونريد أن نكون من السلف الصالح. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من سلك طريقا يلتمس به طريق العلم يسر الله له به طريق الجنة، وهذه ثقافتنا فقدناها للأسف الشديد. أترك الكلمة لكم، وإلا استطردت يعني أذهب بعيدا في هذا المجال. جزاك الله خير دكتور. طيب معنا دكتورة فتحية، تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للجميع، شكرا لسعادتكم على هذا الطرح الجميل ذو القيمة الهامة في العديد من القضايا. ولكن لو قلنا أننا بحاجة إلى خطاب معرفي يقنع الجميع، فإن المشكلة التي ستصادفنا أن كثيراً ما نصطدم ببعض القيم في المواد العلمية المقدمة إلى ثقافتنا من الشعوب الأخرى، فما السبيل إلى مزجها بثقافتنا مع الحفاظ على أصالتنا وديننا؟ علمنا خلاص دكتورة؟ أيوة دكتور. أعذروني يعني قد لا أتفق معك، ربما في لا أقول لا أتفق، إنما عندي ملاحظة. الخطاب القرآني يعطينا منهج ينبغي أن أنا أراه مهم وأساسي جدا. في غزوة بدر، في غزوة أحد انهزم المسلمون، واعتقد كثير من المؤرخين أن هذه المعركة كانت هزيمة، لكن بعض الفقهاء وبعض المؤرخين وبعض الدارسين اعتبر هذه الهزيمة نصرا عظيما، لأن فيه آية عظيمة جدا وللأسف نحن تركناها. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لو كنا في مستوى علمي كبير، لو كنا في مستوى أخلاقي، هذا من الذي يمنع الطالب أن يقرأ؟ هل الغرب؟ هل القيم الغربية؟ هذا خطأ وهذا خلل. هل الظروف منعته؟ لا، منع نفسه بنفسه، شيطانه منعه أن يتفرغ للعلم وللمعرفة وللقراءة. حين ننتج قراءة وعلما ومعرفة سنستطيع، سنتمكن من طرح حلول عديدة لنلتقي مع غيرنا. الغرب سيأتي إلينا راكعا، سيأتي إلينا زاحفا، نحن لا وجود لنا الآن، لا قيمة لنا. نحن في محاضراتنا مع الطلبة، أنا حين أتحدث عن الغرب أبدأ، حين أتحدث عن القيم الغربية وأنتقدها أبدأ بمقدمة أساسية، وهو أن نحن المسلمون غير موجودين كحضارة، نحن لا شيء. الحضارة الإسلامية الآن، المسلمون المنسوبون للحضارة الإسلامية كحضارة ليس كأفراد، هل ينسبون إلى المسيحيين؟ لا. هل ينسبون للمسلمين؟ لا. هل ينسبون لليهود؟ لا. ينسبون لا شيء. الحضارات الأخرى تنسب إلى فلسفتها، نحن غير موجودين. بالتالي الخلل فينا نحن حين لم نقرأ، لم نتعلم، حاربنا بعض العلوم، حاربنا الفلسفة، حاربنا نحن في العلوم الإنسانية لا شيء في العالم.
الإبداعات الموجودة الآن في العلم السني، في الفلسفة التكوين، في التكوينية، في البنيوية، في الحداثة، في ما بعد الحداثة، في الفلسفة، لا وجود لنا أصلاً، غير موجودين، ولا يلتفت إلينا أحد. في مناظرة بين أحد الفلاسفة الإنجليز يستهزئ بالألمان، أرجو أن تستمعوا إلى هذا، الإنجليز يستهزئون بالألمان، الفلسفة الإنجليزية قمة في الفلسفة، الألمان فلسفة عظيمة، يقول له أنتم نشكر، أو لا يقول أشكر، لا يقول نشكر الله، إنما يقول نحمد الله، أو من حسن حظنا أننا لا نقرأ ما تكتبون، لأنكم كأنه يعير، يقول أنتم دون المستوى، وفي نفس الوقت أنتم لا تفهمون ما نكتب. الناس وصلوا إلى مستوى، هذا المستوى تتفق معه وتختلف معه، لكن نحن لا شيء، نحن فقط نكفر ونرد الثقافات ونرد العلوم. نحن حاربنا ثقافة وفلسفة اليهودية، مع العلم أن الفلسفة اليهودية خصوصا في مدرسة الألمانية، النقد مدرسة النقدية الألمانية، هذه تقترب معنا كثيرا، هي التي استطاعت أن تدحض العلمانية، هي التي استطاعت أن تعطي قيمة للإنسان وكرامة الإنسان، وحاربناها لأنها فقط يهودية، لأننا لم نقرأها، لأننا لم نراجعها، لم نفهمها أصلا. أذكر كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه في بداية التسعينات، كتابه في أواخر الثمانينات بداية التسعينات، سنة النبوي بين أهل الفقه والحديث، هذا الكتاب أحدث ضجة في العالم الإسلامي، وهذه الضجة قد كشفت عن عورتنا الحقيقية وعن مساوئنا. ما جاء به الشيخ محمد الغزالي كان قد ذكره في كتبه السابقة، قضية النقاب، قضية الغناء، قضية مس الجن، قضايا كثيرة، الحجاب، المرأة، كان قد ذكره في كتبه، خاصة في كتاب فقه السيرة في الخمسينيات، ولم يلتفت إليه أحد. ولكن لما أثير الضجة حول بعض الآراء في ذلك الكتاب، قامت قائمة الردود والتعنيف والسب، نحن لم نستطيع أن نتحاور فيما بيننا، ونحن لنا أصول في الحوار، لنا أصول في المناظرات، كانت المناظرات تحظى بشرف في ثقافتنا وسط القصور ووسط الأمراء، وكان يعطى لها قيمة، نحن هذا الأمر أهملناه، وبالتالي القيم الغربية ستأتي راكعة، ستأتي زاحفة إلينا، إذا استطعنا أن نكون في المستوى وأبدعنا علما وأبدعنا معرفة وأبدعنا فلسفة وأبدعنا ثقافة تتأسس على قيمنا، وهذا هو قصدي بالقيم بالمشترك الإنساني. طيب دكتور، جزاك الله خير. دكتورة خضرة، دكتورة خضرة تفضلي. دكتورة خضرة معانا؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. زاد الله من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا أستاذ معد، أستاذ معاذ، وشكرا جزيلا لمنصة أريد على هذه الفرص وعلى هذا اللقاء العلمي الذي دوما ننتظره بكل شغف. نشكر الأستاذ محمد شاهد على هذه المحاضرة القيمة المختصرة، نعم، ومفيدة أيضا، نعم. في الحقيقة أنا مهتمة جدا بهذا المشترك الإنساني، وبصراحة أعمل عليه، لأنه نعم عندما نطالع في الأدب، عندما نطالع في علم النفس، عندما نطالع في أي مجال من المجالات، نجد أن هناك مشتركا إنسانيا. مثلا أنا في اختصاصي في الماجستير الإرشاد النفسي، عندما أقرأ نظرية الإرشاد والله أجد نفسي كمسلمة. لماذا؟ عندنا نظرية اللي هي نظرية الإرشاد متمركز حول العميل أو المسترشد، نسميها نظرية الذات، رائدها كارل روجرز. عندما أدرسها للطلبة أقول لهم كارل روجرز مسلم،
ينظرون إلي ويبتسم مستذكى الرجل مسلم قل نعم مسلم. لماذا؟ لأنه قل بأن الإنسان ذو طبيعة خيرة. أنا لا أجد نفسي هنا غريبة كمسلمين لأنه نحن نؤمن بأن الإنسان يولد يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان. هذا أولا. هذه النظرية أيضا تنظر للإنسان على أننا يجب أن نفصل بين ذاته وبين سلوكه. الذات هي عبارة عن جوهر أصيل نقي. السلوك يمكن أن نصيبه ويمكن أن نخطئ. عندما نخطئ بالنسبة لكارل روجرز يمكن أن نحسن هذا الخطأ، ونحن عندنا أننا نخطئ ونتوب من الخطأ وهكذا. ثم أن هذه النظرية أيضا تنظر تقول عدم تصنيف المسترشد، معناها ما نقولش أن هذا المسترشد مثلا مدمن على المخدرات أو أنه شاذ أو أنه كذا أو ما شابه ذلك، وإنما نحاول فقط أن نرشده وأن نساعده على أن يعود إلى السلوك السوي. ألا يعتبر هذا من صميم الثقافة الإسلامية، من صميم الخلق السوي والقويم؟ طبعا يعتبر كذلك. أيضا عندنا في الإرشاد نظرية الإرشاد الوجودي لفرانكل. أيضا الإرشاد الوجودي لفرانكل ما هوش بعيد عنا بغض النظر عن المنطلقات الفلسفية لهذه النظرية. لماذا؟ لأنها تقولك إذا أردنا أن نرشد المسترشد ونساعده لكي يصل إلى درجة التوازن النفسي يجب أن يجعل لحياته هذا هدفا، وأن يكون وجوده هادفا، أن يكون وجوده ذو معنى. ونحن الحمد لله هذا الأمر بالنسبة لنا نحن كمسلمين. أنا الآن أحضر محاضرة في 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 منصة أريد أهدف من ورائها إلى شيء معين، اللي هو إلى تحسين مستواي، إلى التواصل العلمي، إلى أنها تعتبر بالنسبة لنا مجلس ذكر قد تحفه الملائكة وهكذا. ثم أن هذا المشترك الإنساني موجود في كل شيء. أستاذ تعلمون أن أحدث نظريات الاتصال والتواصل تقول لك عندما تتواصل مع الآخرين تتواصل عن طريق العينين. يجب أن تكون نظرة أن تقسم نظرات عينيك على كل المتواجدين. أنا أتذكر هنا الحديث للرسول لأحد الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا ينظر إلينا وكان كل واحد منا يظن بأنه ينظر إليه. منها تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم يتقاسم هذه النظرات، ونحن نعرف ما في نظرة الشخص المحاور للمتحاور معه. يعني لا يعتبر هذا أيضا من جوهر ثقافتنا الإسلامية. أردت فقط هنا أن أضيف بأني جمعتني مرة الأقدار بأشخاص ليسوا من ديني، بأشخاص مسيحيين. صراحة في البداية شعرت بنوع من الارتباك والريبة، ثم قلت لا سبحان الله أنا محسوبة على الباحثين، أنا محسوبة على الأشخاص المثقفين، وبالتالي يجب أن أثبت أنني موجودة هنا وبثقافتي وهواتي الإسلامية. كنا جلست بجانب رائعة مسيحية ولكنها رائعة في أخلاقها، وفي قامت بإكرام الصحن. نحن لا نقوم بهذه السنة رغم أنها موجودة عندنا. التفت إليها فقلت لها لماذا؟ أعطتني المبرر العقائدي. قالت هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى لا يجب أن نبذرها. قلت لها موجودة لدينا نحن المسلمين ونسميها إكرام الصحن. يعني إن لم نكن نعرف نحن هذا المشترك الإنساني فهو موجود. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا فقط أن نبحث وأن نسبر أغوار العلوم فنجد فيها العديد من الأشياء التي نجد لها قاعدة إسلامية وثقافية. وصراحة والله كل ما أقرأ في علم النفس وكل ما أقرأ في الإرشاد صراحة أعتز بكوني مسلمة. لماذا؟ لأني أجد أن هذه المفاتيح موجودة لدينا نحن، والتفاصيل هي التي قام الآخرون بتكملتها. لذا أظن بأنه من واجبنا نحن كمثقفين كدارسين كمتحصلين على شهادات أن نواصل في هذا الميدان اللي هو ميدان المشترك الإنساني. أكرر شكري لجميع المستمعين، وأكرر شكري للمحاضرين والقائمين على منصة أريد، وشكرا مرة ثانية. شكرا دكتورة الجارة، وأحييك على هذه الإضافة، وليس لدي اعتراض عليها، أنا أتفق معك. فقط أريد أن أضيف شيء مهم. نحن حتى في دراستنا لظاهرة التطرف، نأخذ ظاهرة التطرف كمثال. ظاهرة التطرف ديني، اتفقنا على هذا المصطلح، حتى المصادر التي تدرسها هي أجنبية. أنت لا يمكنك أن تدرس الإرهاب أو التطرف أو ما أدري كيف نسميه إذا لم تقرأ لجيل كيبل أو
غيرهم مثقفين الغربيين، الظاهرة الإسلامية التي هي من ذاتنا، التي هي من داخلنا، نلجأ إلى الغرب لكي ندرسها. المصادرنا في الثقافات حين نريد أن نقيم بحثا في العلوم، في العلوم الإنسانية، في الفلسفة، في علم النفس، في نحن أصل المصادر هي مصادر غربية، مصادرنا تكاد لا توجد. هذا هو القصد بغياب التنظير وغياب الإبداع. تفضل أستاذ. دكتور، عفوا دكتورنا، دكتورة ريما تفضلي. دكتورة ريما معنا، تفضلي دكتورة. دكتورة ريما تسمعين أنا؟ دكتورة ريما، دكتورة ريما الخاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. شكرا دكتور محمد على هذه المحاضرة المهمة، ويعني أنا توقفت عند كلمة المشترك الإنساني، خاصة أن اختصاصي أدب إنساني، فهناك خطوط مشتركة بين اختصاصينا. أقف عند نقطة الحديث الذي يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا حديث معروف وصحيح، وأظن أن المشترك الإنساني يحقق هذا الحديث. يعني عندما نحقق هذا الحديث فنجد أن العالم يعني يجتمع بطريقة صحيحة. هذا أولا. لكن استفهامي أنا يقوم على محورين. أول استفهام، في جامعة دمشق كلية التاريخ أثبتوا تاريخيا ومنطقيا ومن خلال الوثائق أن الأمازيغ عرب أصحاء، وخاصة في كتاب الأكراد والنبي للدكتور محمد بهجة القبيسي، وله كتب أخرى في هذا القبيل وخاصة للمغرب العربي. فما رأيك دكتور بهذه الفكرة؟ الفكرة الأخرى بالنسبة للتجديد، لو تعيدين دكتورة، بالنسبة للأمازيغ والحسانية إلى آخر، في كلية التاريخ في جامعة دمشق أثبتوا من خلال الأبحاث وكتبهم أن الأمازيغ عرب أقحاح. فما رأيكم بهذا؟ خاصة أننا عندما نبحث في جوجل لا نجد موضوعا يمت لهذا بصلة إلا نادرا، فحاولنا أن نزود يعني جوجل بهذه المعلومات من خلال موقعنا فرسان ثقافة. ثانيا، المحور الآخر بالنسبة لتجديد الخطاب الديني الذي يتردد كثيرا عبر المنابر، فلدي فكرة لا أدري إن كانت صحيحة أم لا، فأتساءل فأقول هل تجديد الخطاب الديني مرتبط بتدريس المواد الشرعية والدينية والتجديد فيها منهجا؟ وشكرا لكم. شكرا لك. أبدأ بالسؤال الثاني، أريد أن أتفاعل مع، لا أقول أجيب مرة أخرى، يعني نتعاون لنجد مشتركا فيما بيننا. أنا أقصد حين أتحدث عن العلم أنا لا أستثني معرفة من المعارف ومن الحقول المعرفية لكي نؤسس لحضارة إسلامية. من السذاجة الوحي والعلوم الإسلامية أساسي ومهم جدا. إقصاء الثقافات الأخرى حماقة، هذه حماقة لا أدري من أين جاء بها بعض المغفلين، اعذروني على هذا المصطلح لأني بعض الأحيان يعني قد يعني أتفاعل بشكل لا يليق. هذه الذي يقول ينبغي أن نؤسس أن نركز فقط على علوم الوحي، على العلوم الشرعية، هذا خاطئ، قد أخطأ. إن الغرب الآن والعالم يستفيد من نظارات، هذه النظارات أساسها ابن الهيثم. لو ابن الهيثم كعالم من علماء المسلمين لو جلس مع النص القرآني وحده وجلس مع الحديث ربما لن ينتج هذه النظارات، ولم يؤسس لنظرية البصريات. لذلك العلوم والمعارف كلها مطلوبة، لأن نحن مطلوبون أن نؤسس حضارة، نحن مطالبون أن نؤسس حضارة. هذه الحضارة لا تتأسس فقط على خطاب الحلال والحرام مع أهميته، مع دوره الكبير في ثقافتنا، في أساس حضارتنا، ولكن الحضارة تبنى بالإعمار، بالبناء، بالتشييد،
بالفن بالأدب. القرآن مليء بالفن مليء بالأدب، ينبغي أن نلتفت إلى هذا. بل كثير من المثقفين يعتبرون بعض الأدباء من مؤسسي الأدب الإسلامي وهم غير مسلمين، طاغور مثلا، لكن القيم والمبادئ والأفكار والتصور الذي يتحدث به تصور إسلامي، وبالتالي هذا التصور يخدم الإنسان، يخدم مصلحة الإنسان. ما يخدم مصلحة الإنسان ولا يصطدم مع أسسنا العقدية، هذا ينبغي أن نؤسس له وأن نبحث عنه وأن ندعمه. هذا هو المقصود بالعلوم. الخطاب الديني الذي يريد أن يجدد الخطاب الديني، ينبغي أن يكون الخطاب الديني لا يتجدد إلا بتعدد المعارف، بتعدد العلوم. نحن الآن نحتاج إلى طرق في التواصل مع الناس، لا نعرف كيف نتواصل. كيف نتواصل مع العلم أن تراثنا وحديثنا النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كثير من الإيجابيات وكثير من الإشارات. فإذا لم ندرس علم التواصل ولم ندرس علم النفس، عندي محاضرة مع الطلبة في تخصص العلوم الإنسانية، في الحاجة إلى العلوم الإنسانية، في هذه الحاجة إلى العلوم الإنسانية، نقول إننا في أمس الحاجة إلى دراسة علم النفس، دراسة علم التاريخ، دراسة علم كل علوم التي تخدم الإنسان. كل علم يخدم الإنسان، يخدم الدعوة. أنت لا تستطيع أن تنتج خطابا يؤثر في العالم إذا كان خطابا عنيفا، خطاب التكفير، خطاب الصياح والرفع الصوت وجلد الناس وجلد الذات، هذا لا يليق، لا يليق. هذه يعني ابتلينا بها، خطاب جلد الناس وسبهم وشتمهم، هذا لا يليق بالإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجأ إلى هذا. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى علم التواصل، إلى علم الصورة، إلى علم الأدب. الوجودية كفلسفة لم تستطع أن تنتشر إلا بعد أن لجأت إلى الأدب والفن والقصة. الناس تأثروا بألبير كامي، قرأوا روايات ولكنهم لم يقرأوا لسارتر، فتمثلوا الوجودية ولكنهم استوعبوها من خلال روايات، من خلال الأدب. الثقافة الإسلامية، القرآن في سورة يوسف يعطينا صور رائعة للأدب، صور هائلة للصورة في حد ذاتها. وحتى في الحديث عن اللقطات التي يلجأ إليها للأسف سينمائيون، القرآن الكريم يعبر عنها بتعبير جميل في صور، حتى في اللقطات التي تخدش الحياة. ولقد همت به وهم بها. وذهب السياق القرآني الحديث عن الأشياء المهمة وغلقت الأبواب. الإنسان يفهم ما، ولذلك التصريح والكناية هذه من أسس البلاغة الإسلامية ومن الخطاب الذي ينبغي أن نتشبع به. إذا لم ننفتح على العلوم كلها وعلى الثقافات كلها وعلى الحقول المعرفية الأخرى، سنبقى ننتج خطابا داخليا، نتصارع فيما بيننا ونقتتل فيما بيننا ونشر، وبعضنا يكفر بعض، ونبقى في المكان نراوح مكاننا، وسيحاسبنا الله عز وجل. إن الله عز وجل لا يحاسب. عفوا عن المقاطعة. نعم دكتور، أظن احنا متفقان تماما على ما تفضلت به، يعني المنهجية التي ذكرتها تماما تنطبق على ما تفضلت به. شكرا. طيب انا نعم، بخصوص الأمازيغ العرب، انا عندي رواية قرأتها ولا اذكر اين قرأتها، في قبيلة عندنا في المغرب رقراقة. هؤلاء ذهبوا في رواية، تواعدوا في منطقة في المشرق والتقى فيها بعض الرجال، وقيل إنهم زاروا النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنهم لما دخلوا، أمنا عائشة رضي الله عنها سمعتهم يعني يتحدثون بالقاف. نحن نقول قال، لا نقول، في المغرب أغلب القبائل الناس يقول قال، لا نقول قال، قليل من يقول قال. فقالت: ماذا يرقرقون هؤلاء؟ فقالوا: إنهم أمازيغ، وهم الآن عرب تعربوا، ولكن تحقيق هذا التحقيق المؤرخين، وأحترم هذا التخصص، وهم الذين يفيدونك في ذلك أكثر مني. شكرا لك دكتور. نعم سيدي، مرحبا.
طيب دكتور، نحن في نهاية هذه الجلسة الشيقة الممتعة لا يسعنا إلا نقول جزاك الله ألف خير، أمتعتنا وأمتعت الحضور وأثرت فينا همة، إن شاء الله سنكون على ماذا على أهميتها، يعني تسعى الهمم وتسعى الرجال والنساء والمفكرين هنا لتحقيق ما يجب أن تحقيقه في الخطاب الإسلامي وفي تطوير الخطاب الإسلامي ليكون خطاباً راقياً يرقى إلى مستوى ديننا ومستوى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.